أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. قال فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آدم مالي مالي أموال والأرصدة والعمارات والعقارات، بالراحة شوي، مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلته فأفنيت أو لبسته فأبليت أو تصدقته فأبقيت فأبقيت، اوعى تنسى دي، او تصدقت فابقيت، هو ده المدخر لك. النبي بيقول للسيده عائشه ايه اللي باقي من الشاه، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، قالت ما بقي الا كتفها، قال بل بقيت كلها غير كتفها. اللي تصدقت به هو اللي باقي، انما اللي موجود ده خلاص. لا اله الا الله، لا اله الا الله. طب بسرعة كده، المال ظل زائل وعارية مسترجعة، فما تجمعش من الحرام، والله ما هينفعك، والله ما هينفعك. يا عم الشيخ ما فلان ده ربنا موسع عليه والمسائل ماشية معاه مبحبحة، آخر مبسوط آخر انبساط، واحنا عارفين المال جاي منين. خلي بالك، اوعى تغتر. رب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، ودي مش علامة رضا. ما انا قلت لك انت نسيت قارون، نسيت قارون، يعني اموال عجز العصبة من اولي القوة عن حمل مفاتيح الخزائن، فقط الخزائن القارونية ما يدروش، ومع ذلك فخسفنا بيها بداره الارض. ما تغترش. افحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ مش هتسألوا عن كل هذا الذي تجمعونه وتنفقونه في آن؟ لا، هتسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب، مفتوحة عليه، إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب والعبد مقيم على معصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل، استدراج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ لا، ما تفتكرش كده، مش كده أبدا. فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فقل ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فقل ربي أهانا. كلا، ليس كل من وسع الله عليه فهذا دليل إكرام الله له، وليس كل من ضيق الله عليه فهذا دليل إهانة الله له إطلاقا. خلي بالك من المال، دع الحرص على الدنيا، وفي العيش فلا تطمع ولا تجمع من الحرام، فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. طيب بعد ذلك، بعد ذلك اسمع بسرعة كده، إذا فرغ الله جل وعلا، إذا فرغ الله جل وعلا، وكلمة فرغ كلمة نبوية صحيحة كما في الصحيحين، حتى إذا فرغ من خلق الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش، عشان حد يقول ده كلمة دي لا تليق بذات الله، لا، فضل الله من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أقول حتى إذا فرغ الله جل وعلا من الحساب بين الخلق من الحقوق التي له تبارك وتعالى، أمر الله جل وعلا لدواوين المظالم أن تنصب للقصاص وآداء الحقوق. سلم سلم يا رب، يا الله، أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام، نم قرير العين واهنأ خاطرا، فعدل الله قادم بين الأنام. أيها الظالم، أيها الظالم، أخاطبك بقلبي والله، لا تغتر بقوتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بمنصبك، لا تغتر بكرسيك، لا تغتر بسلطانك، لا تغتر بصحتك. يا الله، ده في الساعة ستقف فيها بين يدي الحق تبارك وتعالى، لا يظنن أحد أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإيمان وفي عنقه مظلمة لأخ مسلم، مستحيل مستحيل. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حبيبي في الله، أقسم بالله سيقتص الله جل وعلا للدواب والوحوش يوم القيامة. اسمع النبي بيقول إيه كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة،
قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. مش ممكن، مش ممكن والله، شيء يخلع القلب. شاه، شاه ملاش قرون، شاه تانية بقرون نطحت، تعالي، مش ممكن. يوم القيامة على رؤوس الخلائق والأشهاد يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي ذر: مر النبي مع أبي ذر على شاتين تنتطحان، فالنبي بيقول لأبي ذر: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. فقال المصطفى: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. مش ممكن، مش ممكن. وحوش، روى ابن جرير الطبري بسند صحيح من حديث ابن عمر، قال ابن عمر: إذا حشر، إذا كان يوم القيامة حشرة الوحوش والبهائم والدواب، ثم يقتص الله عز وجل للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها، ثم يقول الله: كونوا ترابة، عندئذ يتمنى الكافر أن لو كان. أكملها، أكملها: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تصور دمع البهائم والدواب والوحوش في قصاص، فما ظنك بالمكلفين؟ هذه الوحوش والدواب ليست مكلفة. ما ظنك بالمكلفين من خلق الله وعباد الله؟ لا بد من القصاص، ولا بد من أن تنصب موازين العدل. أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم. ستعلم يا ظلوم غدا إذا التقينا عند المليك من الملوم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. نبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي غير رواية الصحيح حين يرفعها الله فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ليملي للظالم. خلي بالك من دي، قول لك: لا ده فلان ما شاء الله صحة وما شاء الله مركز ومنصب ومكانة لا خلي بالك، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للمهاجرين اللي راجعين من الحبشة: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ خرج لنا الحديث يا مولانا. حاضر حاضر. حديث رواه الإمام ابن ماجه ورواه البيهقي ورواه